هيصوت مستبعدي القائمه الافريقيه، وزكريا يخطط للرحيل. مفيش تخطيط برضه ولا حاجه للرحيل، هتخطط ازاي وانت مرتبط بعقد مع النادي الاهلي؟ انا مش بقول لمؤمن، انا بقول للعنوان اللي مكتوب ده. الموضوع ما فيهوش تخطيط، الموضوع فيه تنسيق. فرق ما بين تخطيط وتنسيق. تنسيق انا هشوف احتياجي ليك ايه، تمام، وبالمناسبه مؤمن مصاب، عنده اصابه في الركبه، قدامه اسبوعين ثلاثه عشان يرجع يعني، وهل انا هحتاجك؟ انت موجود معايا، مش هحتاجك دلوقتي، ممكن نشوف الحلول ممكن تكون ايه. الحاجات دي كلها متروكه للنادي الاهلي، لكن ما فيش تخطيط من اللاعب خالص يعني ان هو يمشي، تمام. يعني اخبار دي بصراحه بتبقى كتير جدا، والموضوع بس من خلال التنسيق مع المسؤولين في النادي الاهلي، بتحديد الجهاز الفني يعني واحتياجاته. طيب نروح لجزئيه اخرى، ومن بالتحديد من جريده الشروق، بتقول ايه؟ بتقول ناصر ماهر ومؤمن زكريا. بص بقى الخبر ده، ناصر ماهر ومؤمن زكريا يطلبان الرحيل عن الاهلي، الاول يبحث عن طريقه لفسخ تعاقده ويرحب بالانطلاق او بالانتقال للزمالك عفوا. طيب والثاني تلقى عرضا من سموحه. طب الثاني ده كويس ان هو الحمد لله تلقى عرضا من سموحه يعني، اوكي، لو يعني تلقى عرضا من سموحه. لكن بالتحديد فيما يتعلق بناصر ماهر وبحثه عن طريقه طبقا للخبر، طبقا لجريده الشروق، ان هو بيبحث عن طريقه عشان يفسخ عقده وبعدين يروح نادي الزمالك. الكلام ده يا جماعه مش وارد في النادي الاهلي، ممكن تلاقيه في بعض الانديه، لكن الثغرات صعب، صعب جدا ان انت تلاقيها في النادي الاهلي. ما بقولش ان هي مستحيله، بس صعب جدا جدا ان انت تلاقي ثغره في عقد لاعب من خلال هذه الثغره يفسخ عقده ويروح المكان اللي هو عايزه. وفي نفس الوقت النادي الاهلي فاتح الابواب لكل الناس، اللي عايز يمشي يا جماعه، النادي الاهلي اكبر من اي حد. انا مش بتكلم هنا على لعيب محدد، انا بتكلم في مبدا، بتكلم في سياسه خاصه بالنادي الاهلي. انت شايف ان انت عايز تمشي، خلاص مش عايز تبقى موجود في النادي الاهلي، خلاص اوكي العرض وتفضل امشي. لكن في صيغه تعاقديه وبنود تعاقديه، ما يقدرش خالص خالص اي لاعب ان هو يبحث عن ثغره خلالها عشان يقدر يمشي بحريه. يعني الموضوع ده صعب جدا ان هو يكون متواجد في النادي الاهلي. لكن خليني اكد، لان دي جزئيه مهمه، ناصر ماهر لعيب كبير جدا جدا، وحتى الان هو لاعب في النادي الاهلي، وحتى الان محدش عارف هل ناصر ماهر مكمل ولا هيطلع اعاره، ولا هيطلع اعاره. مؤمن زكريا لعيب كبير جدا وعنده تاريخ مع النادي الاهلي، محدش عارف حتى الان، وهنعرف ان شاء الله خلال الايام الجايه هل مؤمن مكمل ولا هيطلع اعاره في حته ثانيه او يتم بيعه. الامور دي كلها متروكه لمين؟ ثاني وثالث، ولازم نعيد ونزيد في الجزئيه دي، متروكه للمسؤولين في النادي الاهلي بالتنسيق ما بين الجهاز الفني ثاني ولجنه التخطيط للكره والكابتن محمود الخطيب. لهم كل الحريه في اختيار الانسب لنادي الاهلي، واحنا كلنا في ظهرهم عشان باذن الله، باذن الله المسانده دي هتكون مهمه، من خلالها يتحقق كل اللي جمهور النادي الاهلي بيتمناه. دي كانت اخبار النادي الاهلي في الصحف. أخبار